بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من سلسلة دروس كتاب كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل. فشرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان ما يجوز للشريك، شركة مفاوضة أو شركة عنان، ما يجوز له أن يفعله وما لا يجوز له أن يفعله. فقال: ولكل، يعني ويجوز لكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، أن يبضع المال. ماذا يعني يبضع المال؟ يبضع المال هو يعني أن يدفع، أن يدفع هذا المال بضاعة، يعني أن يدفع، أن يعطي المتاع، المتاع العروض التي عنده، أن يعطي هذه العروض إلى الغير ليقوم الغير ببيعها ورد ثمنها مع الربح، يعني بأن يشترط الربح لرب المال ولا شيء للعامل، ولا شيء للعامل. هذا تبرع، يعني يتبرع به، يتبرع به العامل، تعطيه بضاعة يقوم ببيعها ثم يردها لك مع أرباحها، مع أرباحها. والإبضاع هذا معتاد في عقود الشركة، نعم. وما كان معتادا يجوز لأحد الشريكين أن يفعله، يجوز له أن يفعله. يضاف إلى ذلك أن أحد الشريكين يجوز له أن يستأجر على عمل ما من أجل أن يحصل أرباحا، والاستئجار يعني يريد أن يدفع أجرة، يدفع أجرة. فإذا جاز له أن يستأجر مقابل مبلغ من المال، جاز له أن يبضع بالمجان حيث يعود عليه المال مع الأرباح. قال: ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع. إذا عرفنا الآن معنى الإبضاع، البضاعة، نقول فلان عقد بضاعة. قال: ويستأجر. كذلك يجوز لكل واحد من المتفاوضين أو متفاوضين وشريكي أو شركاء العنان أن يستأجر من يتجر له في المال، أو يستأجر من يحفظ له ماله، لأن الاستئجار هذا معتاد بين الشركاء. قال: ويودع. كذلك يجوز لكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يودع وأن يعير مال الشركة أيضا، لأن الإيداع والإعارة هذا معتاد بين التجار، والتاجر لا يستغني عن الإيداع، التاجر لا يستغني عن الإيداع ولا يستغني عن الإعارة أيضا، فلذلك يجوز له ذلك. قال: ويضارب أيضا. كذلك يجوز لكل واحد من الشركاء من شريكي العنان أو شريكي المفاوضة، يجوز له أن يدفع مال الشركة مضاربة لشخص آخر من أجل أن يضارب، أن يتاجر له في المال، فيجوز له ذلك. ويوكل أيضا، ويوكل يعني يجوز له أيضا أن يوكل من، كل واحد من الشريكين أن يوكل من يتصرف في مال الشركة ببيع أو شراء أو غير ذلك، لأن التوكيل، التوكيل بالبيع والتوكيل بالشراء، هذه الأمور لا تستغني عنها التجارة، لا تستغني عنها التجارة.
ويضاف إلى ذلك أن الشركة هي انعقدت على الوكالة، انعقدت على الوكالة، فلا يمتنع ذلك على الشركاء. قال ويده في المال أمانة، يده يعني يد الشريك في المال أمانة، هذا المال الذي قرضته أنا من شريكي هو في يدي أمانة. أمانة ليه؟ قال لأنني قبضت هذا المال من شريكي بإذن المالك، بإذنه، ولما قبضته لم أقبضه على وجه البدن، ولم أقبضه على وجه الوثيقة، يعني على وجه الضمان، فصار هذا المال في يد الشريك كالوديعة في عدم وجوب الضمان. لذلك لو هلك المال في يد أحد الشريكين بدون تعد منه أو تقصير في الحفظ لا يضمن ذلك، لا يضمن هذا المال. نعم. قال ويده في المال أمانة. شرع الآن في الحديث عن شركة التقبل، وهذا هو النوع الثالث من أنواع شركة العقد. النوع الأول المفاوضة، النوع الثاني العنان، النوع الثالث شركة التقبل. شركة التقبل. قال وتقبل، إيش يعني تقبل؟ يعني هي أن يقبل، أن يقبل، التقبل مأخوذ من القبول، يعني أن يقبل أحد الشريكين العمل ويلقيه على صاحبه، وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان، وتسمى أيضا بشركة الأعمال، تسمى أيضا بشركة الأعمال، تسمى بشركة الأبدان لأن العمل في هذه الشركة غالبا يكون بالأبدان، وتسمى أيضا بشركة الصنائع، هذه شركة التقبل تسمى أيضا بشركة الصنائع. قال وتقبل إن اشترك خياطان، فسر الآن شركة التقبل فقال إن اشترك خياطان، طبعا خياطان يعني هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، أو خياط وصباغ، على أن يتقبل الأعمال، أن يتقبل الأعمال، طبعا يتقبل المراد بالأعمال هنا محل الأعمال، أن العمل لا يتقبل، العمل لا يقبل القبول لأنه عرض، أن يتقبل الأعمال يعني محل الأعمال، يأخذان القماش لخياطته ولصبغه. إيه نعم. إذا أن يتقبل الأعمال، على أن يتقبل الأعمال، ويكون الكسب بينهما، الكسب الحاصل أن يكون بينهما، فهذه الشركة جائزة، هذه الشركة جائزة، لأن المقصود من أي عقد للشركة، أي عقد من عقود الشركة المقصود منه ما هو؟ تحصيل الأرباح، وتحصيل الربح ممكن بتوكيل كل واحد من الشريكين بقبول العمل، بقبول العمل، فلذلك يصح، تصح الشركة بها. بعض العلماء، بعض الفقهاء، الشيخ البحر ابن نجيم في شرحه على الكنز زاد قيدا، زاد قيدا بقوله إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما، زاد قيدا وهو أن يكون العمل حلالا، أن يكون العمل حلالا، وعليه لو اشتركا في عمل حرام لا يصح هذه الشركة، لا تصح هذه الشركة. يضاف إلى ذلك أن الحرام لا يستحق بالأجر، الحرام لا يستحق بالأجر. قال وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما، كل عمل، كل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما، يعني ما يتقبله كل واحد من شريكي التقبل من العمل يلزمه، ما يتقبله كل واحد
من شريكي التقبل من العمل يلزمه هو ويلزم شريكه، لذلك كان كل واحد منهما مطالب بالعمل، كل واحد منهما مطالبا بالعمل، وكان كل واحد منهما له الحق في المطالبة بالأجر، والمعمول له يبرأ بدفع الأجر إلى أي واحد من الشريكين، يبرأ بدفع الأجرة لأي واحد من الشريكين. قال: وكل عمل يتقبله أحدهما يلزم الشريكين. إذن يلزمهما يعني صار كل واحد منهما مطالب بالعمل. قال: وكسب أحدهما بينهما. معنى هذا الكلام كسب أحدهما بينهما في شركة التقبل، شركة الصنائع، معناه إن عمل أحد الشريكين دون الآخر، عمل أحد الشريكين دون الآخر، فالأجر الحاصل من عمله يقسم بينهما نصفان إن كان الشرط أن الكسب بينهما مناصفة. إذا سواء عمل الشريك الثاني أو لم يعمل، ما الحكم؟ كان الكسب بينهما، كان كسب العامل بينهما. وسواء أن الثاني أو أن تارك العمل ترك العمل بعذر، بمرض أو بغير عذر، امتنع بدون عذر، ما الحكم؟ قال: يبقى له حصة في عمل شريكه، لأن العقد هنا عقد الشركة لا يمتنع ولا يزول ولا يبطل ولا يرتفع بمجرد امتناع أحد الشريكين عن العمل. ولا ننسى بأن استحقاق الشريك الربح إنما هو بحكم العقد، بحكم العقد لا بحكم العمل. الشركة انعقدت في العقد، تمت الشركة في العقد، فاستحقاق أحدهما الربح إنما هو عن طريق العقد لا عن طريق العمل. لذلك سواء عمل أو لم يعمل كان له الحق في كسب شريكه. طيب هل هذا يستمر الحال؟ لا يستمر هذا الحال. ليه؟ أنا أملك بعد ذلك أن أقوم بفسخ الشركة، بقي مسألة متعلقة بكسب أحد الشريكين في شركة التقبل. وهذه المسألة أحبابنا بعدما فهمنا شركة التقبل، قال العلماء لا يشترط في عقد شركة التقبل أن يتحد العمل والمكان، يعني قد يكون أحدهم يعمل بالخياطة وأحدهم يعمل بالصباغة، وسواء قعدا في دكان واحدة أو قعد كل واحد في مكان. إذا لا يشترط في عقد شركة التقبل اتحاد العمل أو اتحاد المكان، بعد أن يكون هذا العمل. وذكرنا في الدرس الماضي أن ابن نجيم أظن قلنا اشترط أن يكون العمل حلالا، فبعدما كان العمل حلالا جازت هذه الشركة، نعم، على أن يكون الكسب بينهما، فهذا جائز ولا حرج فيه. طبعا هناك صور من شركة التقبل يظنها بعض الناس بأنها صحيحة ولكنها باطلة. نذكر صورة واحدة وهي
لو أن في عندنا مثلا يظن بعض الناس أنها من شركة التقبل، أنا عندي مثلا مكنات خياطة، عندي مكنات خياطة، وفلان لا يملك هذه المكنات أو الأدوات آلات الخياطة، فجاء فاتفقت أنا وهو أن نحصل العمل، أن نأتي بالثياب لنخيطها، منه العمل ومني أدوات الخياطة، آلات الخياطة. هل هذه شركة تقبل؟ قال لا، هذه ليست شركة تقبل، هذه فاسدة الشركة، هذه ليست بشركة أبدا. وهذه يفعلها كثير من الناس، حتى البعض يظنها من أنها مضاربة، يظنها مضاربة. لا، هذه ليست مضاربة، هذه الشركة غير صحيحة وهي فاسدة. فإذا فسدت الآن هذه الشركة، يعني أنا الآن عندي آلات خياطة، جاء إنسان ما عنده آلات واتفقت أنا وهو نأتي بأقمشة وهو يخيط للناس، هو الذي يخيط للناس، والربح بيننا مناصفة، وعملنا وعملنا وعملنا، ثم علمنا بعد ذلك بأن هذه الشركة فاسدة، ماذا نفعل؟ قال انتبه، الأرباح كلها للعامل، الأرباح كلها تذهب إلى العامل، وصاحب الآلات نأتي بأهل الخبرة ونقول له ما هي أجرة هذه المكنات، هذه الآلات، ويحدد أجرة هذه الأدوات التي استخدمها هذا العامل، ويدفعها لصاحبها، يدفعها لصاحب المكنات الآلات، يعطيه أجرة المثل. إذن هذه هي شركة التقبل. الآن القسم الأخير هو من أنواع الشركة، وهي شركة الوجوه. سيدي، مثال ابن الهمام لم تكمله. مثال ابن الهمام عند انقطع الصوت، عندما كنت ثلاث أشخاص. تمام، أحسنت. ها، أنت الآن ما شاء الله منتبه، جميل، تمام، جيد، صح، أحسنت. هناك مسألة، لا تمام، أحسنت، شرعت بها ولم أكملها. مسألة التي ذكرها الكمال ابن الهمام في فتح القدير، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هذه المسألة هي أنه قال لو كان عندنا ثلاثة أشخاص لم يعقدوا بينهم شركة تقبل، ولكنهم تقبلوا عملا، انتبه، لم يعقدوا بينهم شركة تقبل، ولا أو أربعة، ليس من الضروري أن يكونوا ثلاثة، فتقبلوا عملا، فجاء أحد هؤلاء الثلاثة وعمل العمل كله، انتبههم ثلاثة تقبلوا عملا ولم يعقدوا بينهم شركة تقبل، فأخذ واحد العمل كله فعمله، ما هو الحكم؟ قال له ثلث الأجرة. اتفق مع صاحب العمل على 90 درهم أو 9 دراهم، يأخذ 3 دراهم فقط ولا شيء للآخرين، لأنهم لم يكونوا شركاء، لأنه كان على كل واحد منهم ثلث العمل، لأن المستحق على كل منهم ثلث العمل بثلث الأجر. فإذا عمل الكل، هو هذا عمل الكل، كان متطوعا في الثلثين، فلا يستحق الأجر كاملا. ليه؟ لأنه لم يعقدوا فيما بينهم شركة التقبل. هذه المسألة التي ذكرتها في الدرس الماضي ولم أكملها، تمام؟ واضحة إن شاء الله.
شيخنا عفوا. تفضل. الثلثين لمن حضرتك عفوا؟ الثلثين ليس لأحد، كان العامل متبرعا بهما بالثلثين لأنه عمل عمل غيره. يعني صاحب العمل، صاحب العمل يدفع ثلاثة عوضا عن تسعة. آه ما شاء الله. إيه نعم. يعني المستفيد من هذا صاحب العمل. ما شاء الله. نعم. شكرا. الآن قال شركة الوجوه، وتسمى هذه نعم. في سؤال؟ لكن إذا كان صاحب اتفقنا مع صاحب العمل بأن العمل 900 هكذا، يعني الاتفاق العمل يعني استهلك 900، ولكن صاحباي لم يعمل، أنا فقط عملت وحدي، كيف صاحب العمل يأخذ الثلثين؟ يأخذ الثلث، انتبه، لأن الأصل أن هذه الشركة أن ينقسم العمل على ثلاثة، فيأخذ كل واحد مقابل عمله، فإذا لم يعمل يكون هو قد عمل ثلثه المستحق عليه ثلاث دراهم، وتبرع وعمل عمل شريك الثاني والثالث، لا نقول شريكيه. فلما تبرع لا يأخذ أجرة، فيأخذ فقط مقابل حصته. ولكن سيدي إذا كان الاتفاق بيننا يا أستاذ، الاتفاق هذا على أساس أن الثلاثة سيعملون. قلنا هؤلاء ثلاثة أخذوا العمل ثلاثة موزع على زيد وبكر وعمر، فالأجرة 900 قسم لزيد ولبكر ولعمر، فعمل زيد وليس بينهما شركة تقبل. الآن لماذا أخذ الثلث هو فقط؟ لأنه لا شركة بينهما. أما لو كان بينهما شركة، مر معنا في شركة التقبل أن صاحب شركة التقبل يستحق الأجر عمل أو لم يعمل، لأن الأجر الآن سببه العقد، الأجر هذا مرة معنا في الدرس السابق، سواء عمل أو لم يعمل يعطى حصته، فالآن لا يوجد عقد يعني يشمل الثلاثة، فكان العقد الآن، العقد الذي عقده هذا الطالب العمل هو قسم العمل على ثلاثة، أنت تعمل الثلث تعطى تسعة وثلاثة، وأنت ثلث تعطى ثلاثة، وأنت ثلث تعطى ثلاثة، فإذا به هو عمل حصته ثم تبرع وعمل عمل غيره، فالذي لا يعمل لا يأخذ، والذي تبرع لا يأخذ، فيأخذ حصته فقط. نعم فهمت سيدي، ولكن ألا يمكن أن يأخذ العامل كل الأجرة؟ يا أستاذ ما انتبه يا ابني، انتبه، أنا هذا صار متبرعا، أنا أعطيك مثال، إيش يعني متبرع؟ أنت افهم معنى أنه عمل عملا لم يطلب منه أن يعمله، الذي يعمل عمل لا يطلب منه أن يعمله لا يستحق أجرة عليه، لا يستحق الأجرة عليه، فهم؟ نعم فهم. أنا عملت عملا لم يطلب مني أن أعمله، لا أملك أن أطالب بالأجرة، ولكن إن أعطيت الأجرة لا حرج أخذ، ولكن أنا الآن لا أطالب، لا أستحق الأجرة عليه، لأنني متبرع. أنا عندي الآن شقة استأجرتها وهي متسخة، فإذا بي قمت بتنظيفها ودهانها وترتيبها وتنظيفها صارت ما شاء الله جميلة، هل أملك أن أقول لصاحب الشقة أعطني فلوسا مقابل ما فعل؟ لا أملك ذلك، أنا متبرع. أنا دخلت إلى بيتك
وجدت حنفية البيت خربانية، ذهبت نزلت إلى واشتريت حنفية جديدة وقمت بترقيبها وأتيت بسباك وقام بإصلاحها على شكل كامل ودفعت له من جيبي 100 جنيه. هل أملك أن أقول لك أعطني 100 جنيه؟ لا أملك ذلك، أنا متبرع، أنا ما أحد طلب مني هذا، أنا فضولي متبرع، ولكن إن أعطيتني أنت أقول لك شكرا. نعم نعم سيدي، فهمت سيدي، ولكن سؤالي هنا محدد، إذا كان الأجرة، إذا كان هذه الأجرة لقدر العمل لا لعدد الأجر. لا إله إلا الله، يا أستاذ هذا العقد انعقد مع ثلاثة، انعقد مع ثلاثة كل يعمل عمله، فهذا الذي عمل لو عمل عمله فقط يستحق الأجرة 3 دراهم، لو عمل العمل فقط عمله يستحق الأجرة، وبعد ذلك صاحب العمل يطالب الثاني والثالث بإتمام العمل، يطالبهم. فهو لما عمل عمل غيره كان متبرعا، هو لما عمل عمل غيره كان متبرعا، يعني أنا الآن أتيت بثلاث أشخاص من أجل أن يقوم ببناء جدار، وهؤلاء الثلاثة ليس بينهم شركة تقبل، فبناه واحد، بناه واحد يستحق ثلث الأجرة فقط، يستحق ثلث الأجرة. أما إذا بنى الجدار مثلا مثلا 100 متر، فبنى هو 30 مترا وتوقف، يأخذ مني ثلث الأجرة ويمشي، ويطالب الثاني والثالث بإتمام بناء الجدار. فإن بنيت الجدار كله وجاء الرجل وأعطاني الأجرة كاملة لي، أنا أخذها ما في مشكلة، ولكن إن كان هذا الذي أتى بي كان فقيها وعلم الوضع أنه لا توجد شركة تقبل فيما بينهم وأعطاني 30 فقط، لست أنا لا أستطيع أن أطالبه بالثلثين لأنني تبرعت وعملت عمل غيري. فهمت؟ واضح. طيب واضح. الحمد لله. مولانا تفضل. صاحب العمل إن قد أعطى الأجرة في أثناء العمل هل يستريد الثلثين أستاذ؟ طبعا، هو الأصل، لا انتبه، هو الأصل أعطى الأجرة للثلاثة، نعم، وعمل واحد، نعم، يسترد الأجرة من الذين لم يعملوا، يستردها من الذين لم يعملا. طبعا. شكرا جزيلا. الآن شركة الوجوه وتسمى هذه الشركة بشركة المفاليس، لأنه لا يلجأ إليها إلا أناس لا مال لديهم. وتسمى هذه الشركة بشركة الوجوه، سماها علماؤنا شركة الوجوه، قال لأن أضيفت هذه الشركة إلى الوجوه، قال لأن الوجوه تبذل فيها لفقد المال، نعم، وكذلك لأنه لا يشتري بالنسيئة بالدين يعني إلا من له وجاهة عند الناس ومكانة ومعروف، أما إنسان نكر غير معروف لا يباع بالدين ونسيئة، نعم. فهؤلاء لما كان ما عندهم مال فصار أحدهم يشتري البضاعة بما له من وجاهة عند الناس وبما له من مكانة عند الناس ويبذل فيها ماء وجهه، فلذلك سميت شركة الوجوه. فسر الشيخ رحمه الله شركة الوجوه فقال إن اشترك بلا مال،
إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما، أن يشتريا نوعا من البضاعة أو أنواعا عديدة من البضاعة بوجوههما، يعني بوجاهتهما وبأمانتهما عند الناس. يشتريان أو يشتروا إن كانوا جماعة بضاعة بالدين نسيئة، يأخذون الآن البضاعة ويدفعون ثمنها في قادم الأيام. قال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا. فما حصل بالبيع، يعني الآن باعوا البضاعة فيدفعان ثمن ما اشتريا وما بقي بينهما حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. قال إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا، يعني البضاعة التي اشترياها. فإذا الشركة تصح على هذه الطريقة. وشركة الوجوه أحبابنا، شركة الوجوه، بنلاحظ أن لما أنا وأنت نشتري هذه البضاعة، كل منا قد يبيع البضاعة التي أخذها غيره، لذلك كل واحد من هذين الشريكين هو وكيل الآخر فيما يشتريه. أنا عندما أشتري بوجهي وكيل زيد فيما أشتريه، وعندما أبيع أيضا، وعندما يشتري زيد وكيلي أيضا فيما يشتري، فكل واحد منهما وكيل فيما يشتريه ووكيل فيما يبيع. لذلك قال تتضمن شركة الوجوه الوكالة. ليه؟ قال لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بواحد من أمرين، إما ولاية أن أكون وصيا عليك وليا عليك، أو بوكالة، والولاية الآن غير موجودة فلا بد من الوكالة، فتتعين الوكالة. إذن شركة الوجوه تتضمن الوكالة. قال فإن شرطا مناصفة المشترى، يعني أن يكون المشترى بينهما نصفين الذي اشترياه بوجوههما، فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته، أن يكون المشترى أثلاثا بينهما. قال فالربح كذلك، إن اشترطا أن يكون المشترى مناصفة يكون الربح مناصفة، وإن اشترطا أن يكون المشترى مثالثة بينهم أثلاثا بينهما يكون كذلك الربح مثالثة، لأن الربح لا بد أن يكون مقابلا بالضمان. أنا عندما اشتريت هذا الكتاب مناصفة بيني وبينك، فإن هلك أنا أضمن نصفه، فالربح يكون مقابلا لما ضمنت. فإذا ما اشتريت متاعا وقلت أنا أملك أربعة أرباعه وأنت خمسه، تكون الأرباح كذلك، لأني أنا لما قلت أربعة أرباعه، أربعة أخماسه لي وخمسه لك، هذا يعني أنا ضمنت إذا هلك أنت تضمن خمس ثمنه وأنا أضمن الباقي، فالربح مقابل بالضمان. لذلك ماذا قال؟ قال وبطل شرط الفضل. بطل شرط الفضل، إيش يعني؟ يعني لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في الملك. يعني أنا وأنت اشترينا هذا المتاع مناصفة، أنا وأنت نملكه على أنه بيني وبينك نصفين، ثم بعد ذلك قلت لك ثلثا الربح لي وثلثه لك، قال لا يصح. ليه؟ لما قلت قبل قليل، الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان، والضمان إنما يكون بقدر الملك في المشترى. فإذا كان الربح زائدا على ما أملك فأكون قد ربحت
ربح أو يكون هذا ربح ما لم أضمن، ربح ما لم أضمن فلا يصح اشتراطه. فإذا وقع هذا الشرط كان هذا الشرط باطلا، ويتم تقسيم الأرباح وفق الملك، وفق ما اتفقنا بالملك. فإذا قلنا مناصفة فهو مناصفة، إذا قلنا أثلاثا فهو أثلاث، والله تعالى أعلم. ثم قال فصل في شركة، في الشركة الفاسدة، الشركة الفاسدة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.